حنبلش بسلسلة جديدة تحويل الفعل إلى اسم. فيلدين اسم يابما، تحويل الفعل إلى اسم. مرة من المرات أنا سابقا بأحد الدروس اللي كانت يعني درس واحد جيت عطيته بأحد مرات، كان أستاذ محمد نجيب غير موجود، حكيت شوي عن هالشي، بس هلأ بدنا نحكي بشكل متسلسل بحيث أنه نغطي الموضوع كله كمان خلال ربما ثلاث جلسات أو أربع حلقات يعني من هذه الحلقات. الموضوع حنحاول إن شاء الله يكون بسيط مبسط، لأنه مثل ما قلت سابقا في بعض الملاحظات عم تجي إنه الدرس عم يكون صعب أو تقيل، لا إن شاء الله حيكون بسيط فيه فائدة لكن بنفس الوقت بسيط إن شاء الله الكل يستفيد منه. تحويل الفعل إلى اسم ببساطة، أبسط لسه من تحويل الفعل إلى صفة، هو باللاحقة ماك، ماك وميك، ماك وميك. يعني نحن لما نقول مثلا جيت ميك، إذن هون تحول الفعل إلى اسم. جيت ميك معناها الذهاب، جيت ميك الذهاب، جيل ميك المجيء، جول ميك الضحك، ياب ماك الفعل يعني القيام بفعل. هدول الأسماء، هدول الأسماء طبعا بالقاموس، نحن كل بيعرف اللي بيستخدم القاموس انه انا اجد الفعل في القاموس بهالصيغة، بصيغة مصدر الفعل. لكن الان بدنا ناخذ نحن لو بدنا نستخدمه بقلب جملة كيف حيكون. يعني مثلا انا بقول، مثلا بقول سبور يابمك تشوك كولاي، سبور يابمك تشوك كولاي، يعني ممارسة الرياضة امر سهل جدا. سبور يابمك، اذا ممارسة الرياضة او القيام بالرياضة، تشوك كولاي. مثلا اوكوماك، اوكوماك القراءة، اوكوماك هياتر، اوكوماك هياتر القراءة حياة، اوكوماك هياتر القراءة حياة. مثلا دينيز، دينيزاجيتميك الذهاب إلى البحر، هوشوما جيديور، هوشوما جيديور. هوشوما جيديور للي ما بيعرف هذا المصطلح، من مصطلحات المستخدم بكثرة عند الأتراك، بمعنى أعجبني، يعجبني هذا الأمر، يعجبني. بدل ما أقول بينيوروم أو هوشلانيوروم بيستخدموا هذا الفعل هوشوما، هوشوما جيديور، أو بالماضي جيتي، أو بالسؤال مثلا بسألك مثلا مثلا رحنا مع بعض على السينما، السينما جيت ميك هوشوما، هوشونا، هوشونا جيتين، هوشونا جيتين، يعني هل أعجبك، هل كان هذا الأمر لطيفا بالنسبة إليك أو جميلا بالنسبة إليك، أو أعجبك الذهاب إلى السينما. هوشوما جيديور، إذن دينيزي جيت ميك، دينيزي جيت ميك هوشوما جيديور، الذهاب إلى البحر يعجبني، محبب إلي. يعني ميوزيك دين ليميك، ميوزيك، ميوزيك دين ليميك الاستماع إلى الموسيقى، إن سيفديم هوبي لريمدان بيري، هوبي لريمدان بيري، واحد من هواياتي شو، إن سيفديم، بنذكر الفعل هون حولنا إلى صفة، التي أحبها أكثر شيء، إن سيفديم هوبي لريمدان بيري، واحد من أكثر هواياتي التي أحبها، موزيك دين ليميك استماع الموسيقى. مثلا ممكن تجي مع فعل استيوروم، وهي صيغة كتير مستخدمة، أنه أنا بدي أقول أريد أن أفعل شيء. مثلا بان سينينلي، بان سينينلي كونوشماك استيوروم، أنا أريد أن أتكلم معك. مثلا بان، ممكن بالعكس، بان سيني جيرميك، بان سيني جيرميك استيميوروم، استيميوروم لا أريد أن أراك، بان سيني جيرميك استيميوروم لا أريد أن أراك. مثلا في بعض الجمل، طبعا في جمل عم بذكرها زيادة عن اللي حتكون أضيفت إلى الفيديو هلأ على التعليقات، بان تركيا مين هير ياريني، بان تركيا نين هير يريني، يعني كل مكان في تركيا، جزمك، جزمك يعني أتجول، جيرمك في تاريه يرلري تنمك،
أتعرف الأماكن التاريخية استيوروم. استيوروم إذن أنا أريد استيوروم تجيب قبل شو بيجي الفعل بصيغة المصدر يعني بان تركيا هير يريني جزمك استيوروم أريد أن أتجول جرمك استيوروم أريد أن أرى كل أماكن تركيا في تاريخي يرليريني تاريخي يرليريني تنمك استيوروم أريد أن أتعرف على الأماكن التاريخية. إذن ببساطة ما قلنا حتى الآن هو أنه نحن عم نحول الفعل إلى اسم بإضافة لاحقة ماك. بهاللاحقة هون عم يجي بس مجرد بس عم ياخد ماك فعم يكون بموقع هون بيجي بموقع إما مع فعل استيوروم أكتر شيء بعده أو بموقع المبتدأ مثل وقت نقول أوكوماك هياتر القراءة جميلة فاتي هيجت ميك كولاي الذهاب إلى الفاتح سهل ما في فعل يعني هو أصلا مبتدأ أو بيجي مثل ما قلنا مع فعل استيوروم أو هو الفاعل. إذن هون إجا بصيغة المجردة وهي أسهل الصيغ إنه إجا ماك بصيغة مجردة. الآن في عنا حالة الثانية اللي حنحكيها اليوم نحن حنحكي اليوم حالتين المرة الثانية حالتين وهكذا. الصيغة الثانية هي لما تجي مع الفعل يعني بعد الماك هاي المصدر حيجي فعل بده ياخد حرف الجر اللي هو إلى اللي هو آ مثل مثلاً وتقول أكولا جديورم أذهب إلى المدرسة. طيب لو كان فعلهم بدل أكل لو كان فعل صاير اسم فكيف بده يصير؟ بيصير بدل مك منحط مايا بدل مك منحط مايا يعني إجا الآ على المك بس بنقيمه الكي لأنه أصلاً الكي لو بده تضل موجودة ويشي بعد الآ شو بده تصير؟ يوموشاك جي واليوموشاك جي قريبة جداً من حرف اليه فعليا يعني حتى بعض الأتراك إذا اللي بيحكي معهم مثلا لأصدقاء بيحكي معهم مثلا على الواتس أب وتشات كتير أحيانا بيكتبوا مثلا بعض الكلمات اللي هي يوموشاك بيحطوا يه مثل ديل مثلا ديل لأنه هي أحيانا اليوموشاك فعلا بتكون قريبة من اليه فهي فعليا إذا لما يكون في بده يدخل على الفعل حرف الجر آ لما يدخل على الفعل قصدي اللي صار اسم اللي هو ماك بصير مايا. نعطي جمل بتبين الفكرة. بان سبور أو مثل ما بيقول أتراك سبور سبور ياب مايا باشلادم يعني بدأت بلعب الرياضة لأنه فعل بدأ شو بياخد إلى مثل ما تقول مثلا بان درسي باشلادم بدأت بالدرسي درسي نفس الشيء هون بان سبور ياب مايا باشلادم باشلادم بان سبور ياب مايا باشلادم. هون نحن بالدرس على فكرة مثل هلأ القاعدة هي والدرس الجاي حصير يعني نضرب مثل ما بيقولوا عصفورين بحجر واحد. الأول أنه عم ننتبه على الاسم يعني بدما يتحول لفعل. تاني شيء عم ننتبه على حرف الجر المناسب للفعل. فعل باشلامك شو بياخد إلى لما يكون بده مفعول به بقول درسي باشلادم سيبور ياب مايا باشلادم بدأت بلعب الرياضة. مثلا Seninle görüşmeye geldim. Ataytu li altaqi bik. Seninle görüşmeye geldim. Ataytu li altaqi bik. جملة كتير بسيطة كصياغة بس كتير مستخدمة وكتير ممكن الواحد ما بيعرف القاعدة يتلبك يقول لك seninle görüşüyorum geliyorum وبنصير هيك بنحكي. يعني نحن هاي المشكلة اللي أكثر بيقع فيها اللي عم يتعلم تركي انه هو بيعرف كلمات بس بيحطهم وراء بعض استخدام أحرف الجر صعب استخدام بعض الصيغ صعب. seninle görüşmeye geldim ataytu li altaqi bik seninle görüşmeye geldim. Alışveriş alışveriş اللي هو التسوق alışveriş yapmaya çıktım kharajtu li aquma bit-tasawuq alışveriş yapmaya çıktım kharajtu li aquma bit-tasawuq. Mesela çay şekersiz İçmeye alıştım. Taavvettu. Alışmak. Taavvada. Taban alışmak hadik lehmek anfakir. Elti alas. Yani intabahet enno bitişbah bisuriya. Bisham biyulu alaşit. Alaşit. Yani taavvadit. Hay jayi min alıştım. Yani taavvada. Alışmak ya'tad. Fa alıştım. Yani alaşit. Yani taavvadit. Çay.
şekersiz içmeye alıştım. İ'tettu ala şurbi şay. Lahzu alışmak şu biyahut fiil. A ila. İ'tettu ala şurbi şay bidun sukkar. Ahir cümle. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde davranmaya dikkat ediyorum. Dikkat ediyorum. Entebihu ala. Kelam ta'khud huwa fi'l dikkat etmek. Ta'khud a. A. Zen güzel bir şekilde davranmaya. Lahzul fi'l şu sar isim. Davranmaya dikkat ediyorum. İ'tettu ala. Ev entebihu afwan ala en etasarraf. Davranmak yani yatasarraf. Davranıyorum atasarraf. Davranmaya dikkat ediyorum. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde davranmaya dikkat ediyorum. İzen ana entebih ala an etasarraf. Yani yani yakun suluki bimana davranmak. Yani yesluk. Ev yakun suluku bişekil cemil ev bişekil ceyyid. İzen من ننتبه إذن هون القاعدة باختصار كهيك لم للموضوع نحن المك عم تحول الفعل إلى اسم بالقسم الأول اللي أخذنا عم يكون الفعل مجرد يعني بس مك أخذ أكو مك هياتر خلاص القراءة حياة بالقسم الثاني اللي أخذنا صارت المك مع الآ فصارت مايا مثلا سيني جيرميي جالدم اتيت لاراك في اغنيه مرت معنا اخذناها سابقا ما حناخذها اليوم لانه اكيد ما حنعيدها بس بذكر فيها ممكن تستخدموها يعني ممكن هيك تراجعوها اللي هي سلطانم غير اغنيه اليوم هلا اليوم حناخذ اغنيه بس في اغنيه قديمه اخذناها سلطانم كثير فيها القاعده لك سيني جيرميي جالدم يشرميه جالدم كلها هيك انه اتيت لي مايا ميه مايا ميه كتير مهم ننتبه انه كتير احيانا اللي عم يتعلموا تركي خاصة جديد دغري بيشوفوا ياب مايا بيشوفوا الياب مع الما بينسوا انه الما هي مصدر هون وعم تحول الفعل الى اسم وبيفكروا انها نفي النفي لا ما النفي صح موجود لما يكون يعني ممكن الماء ايضا نفي بس هون بده ينتبه انه لا هذا مصدر واحيانا بيجي المصدر بالنفي مثلا حقلكم مثلا سنين لي كونوش ما يا زين الاولى نفي الثانيه مصدر سنين لي كونوش ما يا قرار فيردم يعني قررت ان لا اتكلم معك طوشة يعني عمل مشكلة وطوشة معه فقال له سنين لي كونوش ما يا قرار فيردم هاي الجملة مو هلأ خطرت لي يعني مشان نوضح لكم النفي مع المصدر أغنية قديمة لإبراهيم تاتليسيس يعني تاتليسيس الصوت الجميل بير كولونو تشوك سيفديم كول معناها عبد بير كولونو كولون يعني عبدك بير كولونو تشوك سيفدم يعني أحببت أحد عبادك جدا عبد من عبادك أحد الناس يعني دوندوم دونمك بمعنى شو بتجي بمعنى رجع وبتجي بمعنى لف هم معنى لف يعني دار دوندوم كبليه دورو يعني كبليه دوندوم يعني توجهت إلى القبلة دورو مباشرة أتشتم إلريمي فتحت إيدي يالفاردم اللهما دويسون دي بني وتضرعت يالفارمك يعني توسل أو تضرع يالفارمك يالفاردم اللهما دويسون دي بني لكي يسمعني اللهم شو بصير معناها اللهم يعني إلهي ربي إلهي الميم هي بتطلع مثل العربي اللهم بس هي اللهم هون تبع الام تبع بنيم بنيم اللهم يعني الهي ربي دملا يعني قطره دملا معناها قطره دملا göz yaşım يعني دمع عيني göz yaşım دملا dökülürken dökülmek يعني يتساقط دوكلوركين أخذناها سابقا الكين معناها بينما يتساقط دوكلوركين gözümden يعني بينما يتساقط دمع عيني من عيني قطرة çektiğim acıları
çektiğim acıları, çektiğim, çekmek yani sahaba. Hon tiji ma'al acı, sahabtül elem yani hon bima'na ta'arradut lehel elem. Çektiğim, havvelnel fi'l ila sıfa. Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden. Yani huve beynime am yed'i. Udumu'u am tinzel min iyunu katra katra. Am yi'iş el elem illi aslan huve tecerra'aha. عم يعيشها مرة تانية ينيدان مرة أخرى من جديد مجددا ينيدان يشيورم بيركولونو شو المشكلة تبعه بيركولونو çok sevdim حبيت أحد عبادك كتير أو بيني هيتش sevmiyor هو أبدا ما بيحبني قلبي مي أنا verdim عطيته قلبي artık شو معناها لكن من الآن فصاعدا من الآن فصاعدا artık geri vermiyor إلنا geri مرة حكيناها يعني ver يعطي طب geri ver make يعني يعطي يرجع بيصير معناها يعني مثلا لما أقول لك مثلا أليدين كتاب aldım يعني أخذت من علي كتاب أليدين كتاب geri aldım كمان معناها أخذته بس شو معنى geri aldım معناتها الكتاب كان إلي يعني أخذته استرجعته نفس الشيء هون geri vermiyor ما عم يرجع لي قلبي لألي elim kolum el يد elim يدي kolum kol يعني اللي هو الذراع كاملا elim kolum bağlanmış bağlanmak يعني شو مربوط bağlanmış هون شو تحولت المش هون عملت صفة لاحظوا هون المش ها بنحب انا بحب راجع يعني الاغنيه احد فوائدها انه بتراجع كل القواعد هيك سوا بتجيبهم سوا باغلان مش المش هون عملت صفه يعني ايدي وذراعي مربوطه ما لها علاقه مش انه كلام مسموع وماضي ما شفته ما مو هيك مثل ما قلنا تشاريسيز شو يعني عاجز تشاريسيزم يعني انا عاجز اللهم يا رب بو جانمي روحي هي سان فيردن انت عطيتني اياها يا رب بندان المك استيور هو بده ياخذها مني زلمه وصلان متدمر يعني نفسيا وعاطفيا المقطع الاخير هور جورين شو غرورون غرور يعني غرور بتجي بمعنيين معنى منهم ايجابي معناه الفخر انه انا بفتخر بابني بفتخر بمعلمي وبتجي بمعنى السلبي الكبر يعني العجب هون مقصود فيه معنى السلبي غرورون يعني غرورك هذا وكبريائك هور جران هور بمثل معنى هيتش ولا شيء عديم القيمة يعني غرورك اللي عم يشوفني جران الذي يرى فعل تحول لصفة عم يشوفني بدون قيمة تكن ماك بالمازمي لاحظوا هون تكن ماك إذا الفعل بصيغة المصدر يعني تحول لأسم ألا يعرف غرورك تكن ماك إنه يخلص تكن ماك معناها يستهلك تكن ماك بالمازمي سيفجينلي بحبك يانان قلبي فعل تحول لصفة يانان المحترق يانان قلبي قلب المحترق هاد أزدون يتمازمي ألا يكفي إنه زعلت قلبي هذا المحترق أصلا بحبك إينيت أغرونا بمعنى إتشن يعني معناه için min ajl iniyet uğruna yaşıyorsak dünyada yaşıyorsak ila kunna na'ish fi hadhihi al-haya min ajl an-niyya al-hasana sevan şu manaha allazi yuhib tahawal fi'l ila sifa fi'l sevyorum yuhib sevan al-muhib allazi yuhib yani sevan garib olsa da sa ده سوى شو بيعطوا معنى حتى ولو غريب أنسى ده يعني هذا الزلم اللي بيحب حتى لو كان غريب مقصود فيهم غريب يعني إنه مسكين غريب فقير أو أي شيء سيفيل ميه ديمازمي هاي العلاقة بالقاعدة ديماز يعني ألا يستحق أن يحب لاحظوا أخذ الشو إلى ألا يستحق أن يحب سيفيل هون شو مبني للمجهول من سيف ميك يعني مو يحب سيفيل ميه ديمازمي اذا سيفان غريب اولسادا حتى لو كان المحب غريب سيفيل ميه ديمازمي الا يستحق ان يحب نسمع مره ثانيه وارجو انه تدققوا عليها وارجو ايضا يعني قبل ما نسمعها انه انتم مثلا تنزلوها تنزلوا كلمات هي مكتوبه اصلا بالتعليقات وتسمعوها اكثر من مره